بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. الله ربي لا اريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة الله؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر صيد من عطاياه، الوحش مجده والحوت ناجاه، النمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض قد خضعت، انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. ايها الاخوة المؤمنون، على القرآن الكريم اتلو علينا من ايات الله البينات عالم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي، المقيم بمركز مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل الطنطاوي. نوجه عناية حضرتكم للشيخ مصطفى اسماعيل الطنطاوي ابن القارئ الإذاعة الكبير الشيخ اسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال اجعلني
خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بسم الله الرحمن الرحيم عباد أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال الملك ائتوني أستخلفه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلفه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذا ذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم Mm-hmm.
قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا
ما أمنتكم
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا مشيناها ختم كتبت علينا ومن كتبت عليه ختم مشاها ومن كانت منيته بأرض ليس يموت بأرض سواها. تلاوة سعيدنا بها تلاها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي المقيم بمركز مدينة بني عبيد بمحافظة النقهلية فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الطنطاوي. مكبرات الصوت الهندسة الكهربائية مدخل محطات ديازل ومخازن فراش القدرة وقصور الضيافة المنظمة والمتنقلة عبر جميع المحافظات حاج عاطف عز المقيم بسكة أبو شعرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نوجه عناية حضرتكم انه بعد لحظات قليلة نسعد مع مسك الختام، حيث يغرد الينا قارئ العالم الاول والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، والذي نسعد به بعد لحظات.